وبركاته. أعزائي طلاب وطالبات المرحلة الثانوية الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع مستر سنهابي الدسوقي وفصل جديد من فصول قصة سجين زندة. النهاردة أعزائي الطلاب هنتناول شابتر 5. قبل ما نبدأ زي كل مرة جهزت المذكرة تمام، الإجابات معايا هتراجعوها، بس ما تنسوش تفعلوا الجرس وتعملوا لايك للقناة وتعملوا اشتراك في القناة. اوكي تمام، نبدأ أعزائي الطلاب بالسؤال الأول. النوع الأول choose the correct answer. number one Rassendyll was not sorry to say goodbye to. هو ما كانش آسف وحزين انه يقول وداعا لمين يا جماعة؟ مايكل and his men، لمايكل وايه ورجالته. تمام. Rassendyll asked himself if he should tell Flavia the truth about himself. Rassendyll قال لنفسه، قال لمين؟ himself يعني ايه؟ نفسه. لو هو يعني لام نفسه كده وعاتبها وقال ما نقول لها الحقيقة، فلافيا ذا تراث يعني الحقيقة about himself. هو كان على وشك طبعا في الفصل ده يقول الحقيقة، نشوف مع تزامن الأحداث. number 3 Rassendyll wondered تساءل whether إذا كان he was wrong to pretend to be the king. تمام، يدعي إن هو الملك. هل هو يعني هو سأل نفسه هو أنا خطأ هو أنا صواب، اللي أنا عملته ده صح ولا خطأ. number 4 فلافيا told Rassendyll أخبرت Rassendyll that his life meant a lot to، إن حياته يعني في اللقاء ده فلافيا بتقول لرسندل حياتك مهمة بالنسبة لمين؟ the people of روروتانيا، لشعب مين؟ روروتانيا. تمام. number 5 before Rassendyll left Flavia's house، قبل ما Rassendyll يترك منزل أو القصر بتاع فلافيا، the princess asked him، الأميرة طلبت منه إيه؟ طلبت منه to be careful. أول جملة قالتها في الفصل be careful، احترس، خلي بالك من نفسك. number 6 Rassendyll remembered، تذكر that Ruth said that his brother Robert رجع بذكريات وبقى الروز مرات أخوه روبرت realized that his position in society، إن مكانته في المجتمع brought with it، جلبت معه الإيه؟ تمام، جلبت معه responsibilities. فاكرين الجملة بتاع الفصل الأول opportunities are per responsibilities، الفرص مسؤوليات. وفي اللحظة دي يا جماعة افتكر روز واخوها. number 7 Rassendyll had always wanted، دايما عاوز يبقى ايه؟ have a quiet life. تمام، عايز حياة هادئة ناعمة سهلة. number 8 Rassendyll suddenly realized، أدرك how many he now had in Britannia، بقالوا ايه يا جماعة؟ ها بقالوا ايه؟ اعداء ولا اصدقاء؟ suddenly فجأة ادرك ان هو له ايه؟ عنده responsibilities، مسؤوليات. هو له اعداء ما هو عارف من بداية القصة. تمام، له اصدقاء مش قليلين يعني، صح؟ responsibilities، بقى ملك. ها بقى ايه؟ ملك. number 9 Rassendyll looked so like the king، يبدو تماما مثل الملك. عارفين هذه من الفصل الاول that ايوه no one noticed that he was not the real king. ماشي معنا الجملة دي، ما حدش لدلوقتي اكتشف ان هو الايه؟ الملك. حتى اللي اكتشفوا مش قادرين يتكلموا، لا مايكل قادر يتكلم ولا ايوه انطوانيت دوموباه اتكلمت، هنشوف ليه بعدين. Rassendyll number 10 Rassendyll learned a lot، اتعلم كتير عن ايه بقى؟ how a country is run، وقلنا run هنا مش يجري، يدار، كيف تدار الدولة، اتعلم بقى مع الوقت. number 11 why does Rassendyll become good at pretending that he has forgot، ليه هو بدأ يبقى كويس في ادعائه ان هو دايما بينسى rules القواعد or people he has met او الناس اللي قابلهم، ليه الحكاية دي؟ so that people don't notice that he is not the real king، لان الناس نفسها ما لاحظتش ان هو مش الملك فمشيت معاه. didn't notice يعني لم يلاحظ. تمام. number 12 looking almost exactly like the king، تماما انه يشبه الملك تماما، helped Rassendyll، ده ساعد Rassendyll انه ايه؟
keep his real identity secret، يحافظ على شخصيته الحقيقية identity الهوية. Number 13 rescinds growing popularity، popularity يعني الزيوع الانتشار with the people of Britannia was the reason، كان سبب ان هم ايه بقى forgive his occasional bad decisions، forgive يعني يعفو عن، يصفح يسامح، his occasional المتكررة bad decisions قراراته السيئة المتكررة. فهو طبعا يقول انا بنسى ويعتذر وهم يقبلوا هذا الاعتذار وهذا هذه الحجة. Number 14 how did Sept know that the king was at the castle of Zinda، ازاي بقى Sept عرف ان الملك الحقيقي رودولف الفيبرش لسه موجود في سن في زندا؟ ليه؟ احنا قلنا ان مايكل معين ستة، ثلاثة فين؟ ماشيين ورا رسندل في ستريلسا عايزين يقتلوه، وثلاثة موجودين فين؟ عند في الكاسل في القلعة يحرسوا الملك. لو الثلاثة ما زالوا هناك يبقى الملك ما زال على قيد الايه؟ الحياة. تمام، يبقى 3 of Michael's men are always at the castle and the drawbridge، فاكرين الكوبري المعلق escaped up، ما زال مرفوع لأعلى. تمام. Number 15 why did Rassendyll want to go to Zinda، طب ليه Rassendyll عايز يروح زندا؟ ما كان الخطر to rescue، تمام، ينقذ the real king. خلاص بقى احنا كل شيء كشف وبان، امور بقت واضحة، خلاص عايزين نخلص المهمة بتاعتنا. rescue يعني ينقذ الملك الحقيقي. Number 16 no one goes into the castle، محدش راح القلعة without the permission، بدون اذن مين؟ محدش يقدر يدخل بدون اذن مين؟ صح، روبرت اند مايك اور مايكل، يا اما ترى مايكل اللي هو الحاكم بتاعها او روبرت احد رجالته الستة المهمين في الست رجال. نمبر 17 خلي بالكم فرقوا بين روبرت وروبرت. ها 17 هو ريفر، wherever يعني في اي مكان، Rassendyll goes in the capital، اي مكان بيروحوا Rassendyll اللي بيحصل he is followed by six people، في ستة وراه. الله، هما الستة دول غير الستة دول؟ الستة ثلاثة منهم ماشيين وراه دول بتاع مايكل، انما الستة دول اللي عينهم سبت يحرسوه. تمام تمام. 18 سبت has Rassendyll followed everywhere in order to، Rassendyll ده سبت اسف بيخصص الرجالة دي ليتبعوا Rassendyll في كل مكان، في كل ايه مكان، to protect him، ليحموه from Michael's men، ليحموه من رجالة مين؟ من رجالة مايكل. تمام. Number 19 it would be very useful، هيبقى شيء مفيد جدا for Michael if ايه بقى؟ if Rassendyll disappeared، اصلا اللي موقف حال مايكل دلوقتي ان هو Rassendyll على قيد الحياة وملك امام الناس لازم نتخلص منه. فهيرتاح امتى بقى مايكل؟ لو Rassendyll اختفى، disappeared يعني ايه؟ اختفى. 20 Sept believed that any one of Michael's men could، Sept اعتقد ان اي شخص من رجالة مايكل could Rassendyll kill Rassendyll easily، ممكن يقتل Rassendyll بايه؟ بسهولة. معين اشد رجال ستة، ست رجال اقوياء. 21 Rassendyll protested، اعترض against ضد being followed by Sept's men، هو اعترض على ايه؟ ان Sept عيل له ستة. seeing that he could، قال ايه بقى؟ قائلا ايه؟ قائلا ان he look after himself، انا اعتني بنفسي واقدر احمي نفسي بنفسي. هو كلام ما ينفعش طبعا. تمام. 22 Antoinette wrote a letter، Antoinette دو موبا، فاكرينها يا جماعة الفرنسية French lady الغنية؟ تمام. روت أليتر كتبت خطاب، بدأت المساعدات هي الخارجية to Rassendyll in which she asked Rassendyll، طلبت من Rassendyll انه يقابلها فين؟ to meet her at the summer house، يقابلها في بيت الصيف. هو اسم summer house، طبعا هو مايكل اللي قال لها اكتبي الكلام ده، ولكن هي شوف بقى Antoinette asked Rassendyll to meet her at the summer house، هيقابلها امتى بقى؟ تمام، at midnight، منتصف الايه؟ الليل. كل الكلام ده طبقا لأوامر مايكل، انما هي هتعمل ايه بقى؟ هنشوف مع الاسئله. Rassendyll suspected check that the letter he received، الخطاب اللي هو تسلمه،
from Antoine de Maubert was actually written كتب by مين or at least على الأقل dictated من لا by him طبعا مايكل دوك مين دوك مايكل تمام هو خمن كده وشك في كده ان الجواب ده لا اللي كتبه دوك مايكل او هو اللي ملاه لانطوانيت دو موبان 25 in her letter to Rescindel Antoinette warned حذرته بدات المساعدات بقى من تحت لتحت هي كده في الاخر بعد ما كتبت الجواب طبقا لاوامر مايكل اضافت جمل ما يعرفهاش مايكل ايه بقى warned him حذرته ايه بقى ان هو ايه يا جماعه ان هو show the letter to anyone ما يوريش الخطاب ده لاي حد and to come alone ويجي بمفرده وبدري كمان مش كده ولا ايه 26 when Rescindel talks to Ditcher Ditcher ده يا جماعه الرجل الانجليزي قوي البنيه مش كده bad character good fighter at the summer house what does Ditcher offer him Ditcher ده عرض عليه ايه Ditcher عرض عليه ايه 50 خلي بالكم من الفلوس لانها هتزيد مع الوقت 50,000 English pounds 50,000 جنيه انجليزي and safe journey رحلة journey safe آمنة to the border إلى الحدود 27 why doesn't Rescindel accept ليه Rescindel ما قابلش Ditcher's offer عرضه at the summer house 50,000 ورحلة آمنة وما قابلش أظن الوقت ما ينفعش ده he doesn't trust Michael and his men لم يثق في مايكل ورجاله تراست يعني ايه يثق وبعدين انطوانيت دو موبا عرفته الخطة 28 how does Rescindel come out of the summer house alive خرج ازاي حي من المعركة اللي حصلت دي وتلاتة طبعا ديتشارت ها والاتنين دو جوت وبرسوني وجايين يتهجموا عليه هو عمل ايه بقى شوفوا يا جماعة he uses استخدم an iron وخلي بالكم من iron table طاولة معدنية to protect him لتحميه and knocks the three men down الله مقاتل قوي ها وقع التلات رجالة then runs away جري وبعدين he hid under a bed اختفى تحت سرير and waited till the three men left وانتظر حتى التلاتة مشوا تلاتة he ran away through a back door يعني هرب من الباب الخلفي he called Sab to help them to kill the three men هو نادى يا سابت اللي كان واقف بره منتظر بيساعده عشان يضرب نار على الرجال الثلاثة 29 Rescindel told Sabt he could come with him to the summer house دي بقى قبل ما يروح معلش سابت قال له انا اروح معك but he must wait ولكن ينتظر فين outside تمام outside the gate خارج البوابة to the garden لان طبعا طبقا لخطاب انطوانيت دو موبا Rescindel لازم يروح لوحده انطوانيت ادميتد اعترفت that she had written the letter at ان هي كتبت باوامر مين اوردر يعني امر مين مايكل امر من مين مايكل اكتب الخطاب كتبت الخطاب سابت بيليفد اعتقد ان انطوانيت وود بي ان انطوانيت ممكن if she has information لو عندها معلومات عن مايكل هي هتبقى بالنسبة لنا ايه يوسفول مفيدة وهتنفعنا ونستخدمها 32 Rescindel said that قال ان هو اعتقد he believed Antoinette he believed Antoinette انها بقى صدق Antoinette and threatened وهدد to ايه بقى هدد ان هو go back to England if he didn't go to the summer house طبعا سابت خاف عليه وقال له ما تروحش Rescindel قال له هروح قال له لا ما تروحش قال له ما روحتش همشي واسيب وارجع تاني لانجلترا 33 سابت said that Antoinette came to Rotania with her servants الخدم فاكرين يا جماعه as a guest ضيفه of Duke Michael هو دعاها لحفل التتويج احفظوا لي كلمه guest ضيفه 34 Rescindel believed that اعتقد ان every day كل يوم they left the king بيتركوا الملك imprisoned في السجن ده بيسبب ايه بيسبب خطور عليه there was more danger بيبقى فيه خطر كتير ده لسه الملك هيبقى معرض للخطر لازم ننقذه Sabt understood فهم
When he could tell Rasindal, متى يخبر Rasindal what to do and when he couldn't, ومتى لا يفعل. هنا بدأ سبت يعرف شخصية Rasindal وإمتى يقول له اعمل كذا وإمتى يقول له ما تعملش كذا. 36. مايكل plans to kill Rasindal. خطة مايكل مين اللي قالها يا جماعة Rasindal؟ اللي قالتها اللي قال الخطة أنطوانيت دوموباء لما قابلته في السمر هاوس. قالت له بقى شوف يا سيدي مايكل بيخطط انه ايه؟ مايكل بيخطط انه أرست سابت اند فريدز يقبض على سابت وايه؟ وفريدز اند كيل ذا ريال ايه؟ كينج ويقتل الايه؟ الملك ويقتل مين؟ ويقتلك. يبقى هنا خطة واحدة مايكل هيقتل Rasindal وهيقتل مين؟ الملك الحقيقي ويقبض على سابت وفريدز الحراس بتاعته ويتهمهم بالخيانة. 37. At the summer house, Rasindal ran out of the door. خرج من الباب. Holding ايه بقى؟ To protect himself. معاه ايه؟ An iron table. طبعا الطاولة استخدمها as a shield كدرع. 38. Ditchard الانجليزي is wounded جرح. In the arm في ايه؟ في دراعه. مش كده ولا ايه؟ In the arm في دراعه. By Rasindal's bullet طلقة. تمام. 39. At the pool الحفل الراقص. الحفل الراقص ده يا جماعة علشان في بقى الناس في التقرير الشرطة قال ان الناس مش عارفة هو الملك هيتجوز ولا مش هيتجوز في لافيا فقعدوا له حفل راقص. Rasindal is about to tell the princess هو المفروض في الحفلة يتقدم للزواج. انما هو بأخلاقه كان على وشك ان هو يقول لها ايه؟ يقول لها he is not the real king ان هو مش الملك الايه؟ الحقيقي. مين اللي هيمنعه؟ سبت. Both Rasindal and Antoinette advised نصحوا فلافيا. طبعا ايه تاني؟ ايه اللي حصل ده؟ في جواب تاني راح لفلافيا من مين؟ من مايكل. مين اللي بتكتب الجواب؟ مين؟ أنتوانيت. بس أنتوانيت هنا بقى ساعدت فلافيا برضو وكمان Rasindal صدق على هذا الكلام ان هي تروح ولا ما تروحش. Not to accept Michael's invitation to visit Zinda. طبعا مايكل كتب جواب لفلافيا بيدعوها انها تروح زيندا. مع هذا الخطاب أنتوانيت قالت لها ما تروحش وطبعا Rasindal قال لها برضو ما تروحيش. 41. When Antoinette was asked سئلت why she was helping Rasindal. لما Rasindal بقى قابلها في السمر قابلها في السمر هاوس قبل الميعاد بتلت ساعة وقالت له على خطة مايكل اللي فاتت وان انت هتتقتل والمايك هيتقتل وهتبقى الله انت بتعملي كده ليه؟ She said that قالت ايه بقى؟ She didn't like to see people be جملة رائعة. She didn't like to see people being killed. هي لا تحب قتل الناس. الله دي طبعا يدل على برضو ان هي ست فاضلة. 42. Antoinette told Rasindal that he قالت له ان هو ايه؟ يمشي يسيب العاصمة يا جماعة. Was never safe in the capital. ليس في امان طول ما هو في ستريلساو. يمشي طبعا. لو قال هنا must leave كانت تبقى صح انما قال mustn't. لا لا جابك كده خلاص. نمبر دي was never safe in. ليس بامان. 43. Why had they prepared ليه جهزوا الحفل الراقص ده بال فور ذا برنس زي ما قلنا طبعا علشان Rasindal يقول سو ذات علشان هي سو ذات يعني علشان لكي Rasindal كان اسك ذا برنسس تو ماري هير تو ماري هام عشان ايه يطلب منها ان هي تتجوزه ولكن طبعا هو كان هيقول لها الحقيقه وسابت منعه. Antoinette would tell Michael هتخبر مايكل that Rasindal ان Rasindal ايه never came to the summer house. طيب هي قابلته في السمر هاوس وقالت له على الخطة وقالت له على ألاعيب مايكل وخطته فRasindal بيقول لها طب انت بتعملي كده ليه؟ قالت له انا ما بحبش القتل. طيب يلا امشي وانا هقول له واقول لهم ان انت ما جيتش. never came لم تأتي to the summer house ولكن شاءت الأقدار ان كده الخطة بتاع أنتوانيت ما تتمش. 45. Rasindal asked Antoinette if she knew where the real king was in the castle. هو بقى سألها سؤال طب انت تعرفي مكان الملك في القلعة؟ But she couldn't complete لم تتم ولم تكمل her answer. هي قالت له ان هو هناك
بس فين بالظبط ما قالتش. ليه بقى؟ الرجاله وصلت اهو، مايكل زمين ارايفد، الرجاله بتاع مايكل وصلت. 46 انتوانيت تولد راسيندا ذات اف هي واز ايفر الون ان سترينساو، بتقول له لو استفردوا بيك لوحدك، لو انت فضلت لوحدك هتتكل صح، هي وود داي، هيموت هيتقتل مش كده ولا ايه؟ 47 راسيندل ديتشرد وايل سكيبنج فروم ذا سمر هاوس، ضربه مش كده ولا ايه؟ شط اطلق عليه الرصاص، هو ما ماتش، لا ما نقولش كلمه، لا لا نقول شط اطلق عليه الرصاص واصيب في ايه؟ في دراع ارم. 48 ان ذا ريبورت، التقرير بقى فروم ذا تشيف اوف ذا بوليس، تقرير الشرطه جاء، ات واز منشند وذكر ذات ان مايكل ايه عمل، كان في خناقه مع فولود باي 3 اوف هيز 6 مان صح. ليفت ذا كابيتال فور زيندا، ترك العاصمه مغادرا الى مين؟ الى زيندا. طبعا راسيندا العارف الفيلم اللي حصل امبارح واللي حصل في السمر هاوس. 49 تو ميك ذا بيبل اوف ستريل ساو هابي، لكي نسعد الناس، ابال الحفل الراقص، واز بريبيرد اللي قعد مين؟ فريدز، سو ذات بيبل وود ثينك، ذات الناس هتعتقد ان الملك على وفاق مع الاميره فلافيا وانه عايز يتجوزها، تو ماري ذا برنسس، هيتزوج الايه؟ الاميره. 50 افتر راسيندا ليفت ذا سمر هاوس، بعد ما راسيندا ترك بيت الصيف، هي هيرد مور شوتس، سمع طلقات كثيره، بات ريلايزد ادرك they were being fired by Sept. بس مين اللي ضرب النار الكتير ده؟ Sept. هو was trying، طب عايز ينقذ الملك اهو، ريسكيو مش كده ولا ايه؟ ريسكيو ذا ريال كينج، شفتوا بقى غلط ليه؟ لان هو مش هينقذ الملك الحقيقي، شوف ده حب يغلط، لا 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 مش الملك الحقيقي طبعا. ها تو جيت انتو ذا جيت، طيب كيل مايكل، يقتل مايكل رجل مات، تو اسكيب فروم مايكلز، مين؟ عشان يهربوا من رجاله ايه؟ مايكل. يبقى هنا بعد ما راسيندل ترك بيت الصيف، هي هيرد بات ريلايزد ذي وير بينج فايرد باي سابت، هو سترايك بيحاول ان هو ايه؟ ان هو جيت انتو ذا جيت، يدخل البوابه علشان ينقذ مين؟ راسيندل، ولكن راسيندل طلع. 51 راسيندل سيد ات وودنت بي فير، ليس من العدل، وده يدل على اخلاق مين؟ على اخلاق راسيندل، ليس من العدل ان هو يتجوز مين؟ يتزوج مين؟ فلافيا، لان هو عارف ان هو ask the princess to marry her، انه يطلب من الاميره ان هو يتجوزها، لان هو عارف ان انا مش الملك وهي مش عارفه، يبقى ده ضلال تضليل. 52 فلافيا was pleased وسعدت وسرت for the king Rasindal because he had been king for a few weeks، ملك بقى له اسابيع قليله، and everyone، وكل الناس بدات ايه؟ تحبه مش كده ولا ايه؟ he had done a very good job، عمل حاجات كويسه، منها زياره المدينه القديمه، منها انه بيسال عليهم، منها ان هو بقى جدي في الامور بتاعته، منها ان هو مشي في البلد وعطى واشترى الورد وقرب من الناس الفقراء، تمام. 53 راسيندل tells the princess that when he was younger، عندما كان صغيرا، he thought he didn't need to worry about society، لا يقلق على المجتمع. في اللحظة دي يا جماعة راسيندل افتكر نفسه راسيندل، وهو هناك في انجلترا ما بيهتمش مش كده ولا ايه؟ راسيندل تشوز، اختار مين؟ تو جارد ذا برنسس بيكوز هي تراستد هيم، المارشال، هيمشي بقى راسيندل وهيروح يجيب ينقذ الملك، فهيسيب مين؟ فلافيا. طب هيسيبها في حراسة مين؟ المارشال، the most important man in the army، اهم شخصيه في الجيش. 55 راسيندل اوردر، طلب من مين؟ ذا مارشال، من المارشال انه يحرس اهو، تو جارد، يحرس برنسس فلافيا، ان نوت الاو مايكل اور هيز مين نير هير، ولا يقرب ولا يسمح لمايكل ولا اي حد من رجالته انه يقربوا منها. 56 راسيندل تولد ذا مارشال، اخبر المارشال that he was leaving the capital، انه هيترك العاصمه for a few days، لايام قليله، and that he would send him a message، هيبعت له رساله اهي، every morning every evening، كل ايه؟ مساء،
كل مساء. مفيش مسج هنا ولا الجمله دي. 57 if the marshal doesn't get a message for 3 days وبيقول له يبقى لو ما جاتلكش رساله مني لمده 3 ايام he has the authority على طول انت لديك السلطه في هذه اللحظه to be the head of استريل ساو تبقى رئيس استريل ايه استريل ساو اقبض على زمام الامور احنا هنبقى في معركه حربيه. 58 the marshal must ask the duke وبعدين الاول روح اسال مايكل قول له يا مايكل الملك عندك مش كده ولا ايه الملك ايه عندك to allow him to see the king فاطلب من مايكل ان انت تشوفني لو في خلال 24 ساعه ما فعلش ذلك يبقى انت امسك زمام الامور وعلى طول if the marshal doesn't see the king in 24 hours لو ما شفتنيش في خلال 24 ساعه بعد ما طلبت من مايكل انك تشوفني he must see that لازم تقول the king is dead ان الملك ها is a dead مات وتتولى زمام الامور وفلافيا او if the real king is dead ولو انا مت the marshal must help princess flavia ساعد الاميره فلافيا انها تكون الحاكمه to become the queen of Ruritania تبقى الملكه بتاع ايه Ruritania تمام. 61 when Rassendyll told the marshal اخبر المارشال that you worried about the dukes لما Rassendyll بقى اخبر المارشال ان هو الان على ايه بقى طموحاته ambitions قال له احنا قلقانين من الطموح الزياده اللي عند مين دوك مايكل ده مارشال didn't look surprised لم يندهش مارشال ده يا جماعه كان مع الملك الاكبر لابو مايكل وابو رودولف الفيبرش وعارف طبعا طموح مايكل فما اندهش. 62 the princess الاميره was very surprised كانت مندهشه when Rassendyll told her that he didn't need to worry about society لما قال لها في الحفل الراقص انا كنت صغير ما كنتش بهتم بحكايه المجتمع ده when he was younger as he thought لان هو فكر في ايه تمام هو فكر that was someone else's job ان ودي وظيفه شخص اخر طبعا هو في الوقت ده في اللحظه دي كان بيفكر في مين روبرت في مين روبرت زوج روز. 63 Rassendyll was about to tell Flavia that he was not the real king خلاص كان على وشك انه يقول لها انا مش الملك الحقيقي من اللي منعه او سابت وين سابت appeared ظهر صلي فجأة and said that وقال له ان في شخص ما مش كده عاوز يقابلك بره مش كده ولا ايه او someone wanted to see Rassendyll في واحد بره عاوز يقابلك طبعا ده كلام عاوز يطلعه من الغلطه اللي كان هيغلطها دي. 64 when Sept's face appeared at the French window اول ما وجه Sept ظهر من الشباك الفرنسي بتاع الاميره Rassendyll could tell from his eyes that Rassendyll فهم من العيون ان هو ايه he was angry غضبان Sept Sept كان غضبان جدا لان Rassendyll كان هيتكلم ويعترف. After the ball بعد الحفل الراقص Rassendyll realized أدرك that he had gone too far ذهب بعيدا to go ايه back لكي يرجع يعني هو كده راح مشوار بعيد يعني الأحداث يعني تمام. 66 if Rassendyll told anyone who he really was لو Rassendyll أخبر أي شخص هو مين بالظبط they would think he was هيقولوا عليه ايه مجنون مش كده مات خلاص الشبه كبير جدا مفيش دليل. 67 Rassendyll told Sept that he could even arrange for the duke and the real king to be killed Rassendyll اخبر Sept that he could even arrange for the duke يرتب لدوك مايكل اند ذا ريال كينج تو بي كيلد ان ايه يقتل. 68 Rassendyll believed that اعتقد ان pretending ادعاء الملك wasn't fair for the people of Ruritania and for طبعا الاميره the princess ضميره بيأنبه يا جماعه اخلاقه مش سامحاله
انه يعيش الدور التمثيليه اللي عاملها دي على الناس وعلى مين؟ برنسيس الاميره. 69 in her letter to Flavia, مين دي بقى؟ انطوانيت كتبت جواب advised her not to go anywhere without money, قالت لها ما تمشيش وما تتحركيش وما تتجوليش في البلد بدون حراس girls. 70 Rassendyll wanted Flavia to be safe, Rassendyll عاوزها تكون في امان, so he didn't mind, لم يمانع في انه ايه؟ ها؟ making Michael angry, انه يغضب مين؟ مايكل. ما هي بتقوله الكلام اللي انت بتقوله ده هيغضب مايكل, قال لها ما يغضب. make Michael angry. 71 what did Rassendyll use to escape from Michael's men at the summer house, هنرجع تاني للمشهد اللي في السمر هاوس اللي انطوانيت دوموبا واقفه بتكلمه, وبعدين التلات رجاله ديتشرد بيرسوني ديجوت جوم, هو استخدم ايه؟ a metal table اهي, هرب, استخدم as a shield, ك لما اكتب لكم كده شيلد كايه؟ كواقي, تمام, ومعاه السيف, تمام, ومعاه البندقيه, تمام. تمام. 72 the report, التقرير of the chief of the police mention, ذكر ان ديتشارد اصيب, صح؟ تمام. في هاو زراعه had a bandage ضماد around his arm, so Rassendyll knew that he was injured by his bullet, ما هو ضرب بالرصاص مش يبقى هنا اللي اصاب ديتشارد في اللحظه دي مين؟ Rassendyll. 73 according to typically set the three biggest criminals, اكبر ثلاث مجرمين in Rutania are مين بقى؟ ها, لونجرام, كرافستين, اند روبرت, تمام, in Rutania, لونجرام, كرافستين, اند روبرت. هو ما قالش حتى هنا ديتشارد يا جماعه, فرايلير ده مش, لا فيز, لا فلافيا, لا ماكس, جوهان اند جوزيف. شوفوا الاسماء, خلي بالكم من الاسماء, لونجرام, كرافستين, اند روبرت. معلش. 74 انطوان دوموبا told Rassendyll that if he showed her letter to anyone, لو هو ورى الخطاب اللي هي بعتته من تحت لتحت ده, this word, طبعا ده هيخلي مايكل غضبان. سعيد ما ينفعش يا جماعه, صح؟ هيخلي فلافيا, لا طبعا, put her in great danger, هيخلي هيضعها في موقف خطر عظيم كمان. 75 when Rassendyll he realized that Rose was right when she said that a position in society, مكانة في المجتمع, brought with it responsibilities, المسؤوليات, لما Rassendyll ايه؟ ها, became king, شفتوا بقى بدأ يتغير, عندما Rassendyll اصبح ملك هو بدأ يدرك ان كلام روز ليه زمان, ان ايه اهو المكانة في المجتمع تجلب المسؤوليات, لا عليك مسؤوليات, لازم تبقى مسؤول, يبقى انت شخص مهم في المجتمع, انت شخص مهم في الايه؟ في المجتمع, فانت مسؤول, تمام. people say that Antoinette had a great argument, في جدال with Michael, مع مايكل, and now she is staying, قاعدة فين؟ محبوسة فين؟ تمام, ها, فين؟ somewhere in Strelsau, في مكان, في Strelsau, مكان ما, في خلاف بينهم يعني. 77 if Rassendyll was called at the summer house, لو Rassendyll كان اتقتل في السمر هاوس كان خلص الفيلم بتاعنا ده, تمام, مش كده ولا ايه؟ would be arrested for murdering him, كان مين اللي هيتهم بقتله؟ سابت اند فريتز, يبقى كده ضربة معلم, مايكل خلص على فريتز, خلص على سابت, خلص على Rassendyll, ويروح يخلص على الملك, ويبقى الدنيا خلصت بالنسبة له. 78 at the castle of Zinda it was not normal, normal يعني طبيعي, ها, it was not normal, مش طبيعي, ان ايه بقى؟ the drawbridge was nearly always kept up, دايما الكوبري المعلق مرفوع لاعلى, ده دليل على ان في خطر ومحدش هيستطيع انه يدخل, kept up, خلي بالكم من kept up دي. 79 Flavia pretended, ادعت ان هي ايه؟ she was ill, انها مريضة, لما جالها الجواب انها تروح
تقبل دعوة الأخ مايكل، وأنتوانيت قالت لها ما تروحيش، وراسيندل فقال لها قولي إنك مريضة so that she wouldn't accept Michael's invitation to go to Zinda. That Dania she was a ill. 80. رودولف راسيندل looked up and بدأ يبص أعلى and jumped with fright وبدأ يخاف كده خوف while he was talking with the princess because the face of Sept suddenly appeared at the French window. تمام ده فين؟ أثناء الحفل الرقص. هو خلاص كان هيخبرها إن مش أنا، وظهر سبت من الشباك، فهو بدأ يعمل إيه؟ looked up بدأ ينزل الأعلى وjumped with fright وقفز الأعلى بنظرة خوف. الجزء الثاني answer the following questions. Rescindel has never liked responsibilities. ما بيحبش المسؤوليات. Now he has many. بقى عنده كتير. بقى ملك. What do you think are his responsibilities? مسؤولياته ايه؟ He has to act like the king. الأول يتصرف مثل الايه؟ مثل الملك. تمام؟ He has to run the country. يدير الدولة. He has to try. He has to ايه؟ try to rescue the real king. وينقذ الملك الحقيقي from Michael. ثلاث حاجاتهم. Number two. What do you think ما رأيك؟ Sept means when he says to Rasindal you will probably stay there forever if you do. هتفضل انت يا باشا الملك. He means that Rasindal will either be imprisoned in Zinda يا اما يحبس في Zinda or killed there او يقتل هناك if he goes to a to Zinda. بيقول له لو انت رحت Zinda يا اما يسجنوك يا اما يقتلوك. تمام؟ طيب what does Sept mean by if you disappear لو انت اختفيت اللعبة انتهت the game is over. تمام؟ he means that if Rasindel was killed by Michael's men لو قتلوا رجال مايكل او قتل برجال مايكل the game of pretending to be the king would be over. اللعبة game بان ادعاء ان الملك خلاص هتبقى انتهت وخلصت. For in what way بأي طريقة أو أي أسلوب does Rasindel realize أدرك that he can't have a quiet life anymore. فيش حياة سهلة بالنسبة له خلاص. He realized how many responsibilities المسؤوليات كترت. Responsibilities يعني إيه؟ المسؤوليات. He now had a king خلاص بقى ملك فطبعا المسؤوليات كتيرة. 5. Why do you think that Rasindel wants to tell Princess Flavia that he is not the real king? ليه تعتقد انه كان عايز يقول لها he thinks that Flavia is kind. هو الاول فكر في فلافيا دي سيدة طيبة and clever ذكية. He thinks it is not fair ليس عادلا to deceive her انه يخدعها. She was going to marry the king so she would know what had happened to her future husband. وهي بتحب الملك فلازم تعرف اللي حصل له ايه. Number 6. Do you think Rasindel was fair كان عادل and just عادل برضو why yes because he thinks he shouldn't he shouldn't be in Rutania pretending to be anything as it is not fair for the princes and for people of Rutania. ليس من العدل ان هو يكمل يدعي بريتند يعني يدعي ان هو الملك ويخدع الناس ويخدع فلات. 7. Why do you think that Sept is worried about Rasindel now that he is king? ليه سبت بدأ يقلق إن Rasindel بقى الملك في هذا؟ He is worried about his safety الأمان. الآن عليه من ناحية الأمن. 3 of Michael's men were in Strelitsa and anyone of them could catch Rasindel easily. في ثلاثة بيتعقبوه وممكن يقتلوه في أي وقت. That's why Sept had 6 men follow Rasindel to protect him. ولذلك Sept عين 6 رجال. خلي بالكم يا جماعه مايكل عين 6 3 موجودين في روتانيا وثلاثه عند الايه في القلعه انما سبت عين برضو 6 علشان يحموا فولو راسيندل. What do you think might have happened if Antoinette had plotted against Rasindel. هنا بلوت يعني يتآمر. كان هيحصل ايه لو انتوانيت دوموبات تآمرت على راسيندل؟ راسيندل might have been killed كان هيقتل. سبت فريدز might have been arrested سبت وفريدز هيقبض عليهم or killed او يقتلوا او يقتلها. The real king would have been killed الملك الحقيقي هيقتل
and Michael might have become king. ومايكل هيبقى الملك. يعني الخطة بتاع مايكل هتتم. Why do you think Sept stopped Rosendal telling Princess Flavia who really was? ليه بقى سابت منع رسندل من انه يقول لفلافيا في على الحفل الراقص ان هو مش الملك؟ Because Sept told her the truth. لو قال لها الحقيقة the game would be over. الا المباراة هتنتهي. It would be in the best interest of the real king if nobody knew who Rosendal was. طبعا من الافضل ان ما نقولش لان لسه احنا ما انقذناش مين الملك الحقيقي. This way the plan could succeed. في الحالة دي الخطة ممكن تنجح لو ما قلناش. Number 10. Why do you think Princess Flavia advised King Rosendal to be careful at the end of his visit to her? ليه Princess Flavia قالت له خليك حريص؟ She did so because she knew that the king was in danger. عارفة طبعا الملك دايما يبقى في خطر. Because Duke Michael wanted to take the crown. لأن الأخ مايكل ده أخوه عاوز العرش. مايكل might try to kill the king. ومايكل ممكن يحاول انه هو يقتله. If you were Rosendal, لو انت مكان Rosendal, would you accept Ditcher's offer at the summer house? هل هتقبل العرض الخمسين ألف والرحلة الأمينة اللي عرضها Ditcher في السمر هاوس؟ No, I wouldn't, because Michael's men cannot be trusted. لا يمكن الثقة في رجال مايكل. And it wouldn't be right to betray. مش هيبقى تمام ان انا اخون بتري يعني اخون the king and his men, الملك ورجاله. انا بدأت مهمة اخلصها. Number 12. How do you think Rosendal know it was Ditcher who was talking to him at the summer house? رأيك ايه في ان Rosendal عارف ان Ditcher كان بيتكلم معاه؟ He knew it was Ditcher because he spoke in English. اتكلم معاه بلغة ايه؟ انجليزي. لغة متقنة. 13. Rosendal says it doesn't need Sept's help to protect him. فاكرين لما Sept قال له ايه؟ انا عينت لك ست. قال له لا مش عايز حد يحميني. What does this tell us about Rosendal? This tells us that he is confident, واثق in himself, في نفسه. And that he is strong enough, انه هو قوي. فاكرين المهارات بتاعته ولا لا؟ To protect himself. 14. Why do you think Rosendal told Antoinette and her servant to stand close to the wall? في السمر هاوس لما قالت له الخطة وبعدين الخط تشتغل من بره قال لها اركني كده جنب الحيط انت والخادم بتاعك الخادمة بتاعتك دي. He knew Michael's men would fire their guns. قال بقى ممكن هم يضربوا نار. As soon as the door was opened, بمجرد ما الباب يتفتح. And he didn't want them to get hurt. وهو مش عاوزهم يتأذوا. مش عايز مين؟ أنطوانيت والخادم أو الخادمة. 15. Why do you think Rosendal pretended that he couldn't open the door at the summer house? حصل يعني حظ سعيد وخدعة. الباب في السمر هاوس بيفتح بره. ده حظ سعيد لرسندل. والخدعة هو عارف الحكاية دي. فقال لهم ايه؟ قرب هو من الباب وقال لهم انا مش قادر افتح الباب. ابعدوا شوية وبعدين قربوا شوية. تعالوا ساعدوني. He wanted to be able to use the iron table. عشان يستخدم الطاولة to protect himself, to avoid being shot, ليتجنب ان يطلق by Michael's ايه من. وبعدين دافع الباب مرة ايه واحدة. يعني استعد الاول. Why do you think Sept is surprised, مندهش to see Rosendal safe امنا after running away from the summer house? Sept كان برا. He hears a lot of shots. لأنه سمع طلقات نار كتيرة جدا at the summer house. And he's afraid Rosendal could be hurt. يعني كل الطلقات النارية دي ولم يصب مين؟ Rosendal. فاندهش Sept. If you were Sept, لو انت مكان Sept, would you stop Rosendal telling Flavia the truth about himself? كنت هتمنع Rosendal من يقول لفلافيا حقيقته؟ Yes, I would. So that. I would do that. I would do that. The plan, I would do that so to rescue, لأنقذ the real king
could succeed صح؟ يبقى هنا هنقول يبقى هنخليها تاني زي ما هي بقى. يبقى هنا I want وبعدين هنا بقى so that لذلك الخطة to rescue the king ان انا انقذ الملك ها could succeed ربما ايه تنجح تمام. 18 in her letter to Flavia في خطابها لفلافيا Antoinette referred فضلت to Rescindle اشارت هنا يا جماعة. يبقى هنا Antoinette اشارت لRescindle as the leader of Rutania شفت قالت على Rescindle قائد ما قالتش الملك and not the king وهي بتقول لفلافيا ابا خلي القائد اللي عندك يقولك why do you think she did that because she knew هي عارفة ان Rescindle was not the real king فمش قادرة تقول الملك. 19 why do you think Rescindle avoided تجنب answering Flavia's question why does it Antoinette's letter يعني see the leader and not the king Flavia بتقول لرسيندل هي بتقول عليك القائد ليه ما بتقولش الملك طبعا رسيندل ما جاوبش because Rescindle didn't want Flavia to know who he really was برضو رسيندل مش عاوز فلافيا تعرف من هو من ما حقيقته. 20 Rescindle tells the princess that when he was younger لما كان صغير he thought he didn't need to worry about society إن هو مش محتاج يقلق على المجتمع. Why do you think he says that? قال لي he is forgetting نسي to pretend to be the king. He is thinking كان بيفكر that he is himself Rescindle. هو فكر بقى خلاص نسي خالص إن هو الملك وفكر في نفسه زمان. ها؟ Why do you think the princess was surprised when Rescindle said he didn't need to worry about society when he was younger? ليه؟ والناس سؤال ده هناك إن الأميرة كانت مندهشة because she thought that the king must have always known that he was going to become king one day. ما ينفعش الكلام اللي قاله Rescindle إن أنا مش بهتم بالمجتمع ده واحد تاني شغل واحد تاني وفي الوقت ده كان بيفكر في روبرت. وهي مندهشة لأن الملك وهو صغير في البلاط الملكي بيتربى ويتدرب على إنه هيبقى إيه الملك one day. 22 Why was it a mistake خطأ for Rescindle to tell Flavia that he didn't need to worry about society when he was younger. ده خطأ خطأ ليه كان خطأ من Rescindle إنه يقول لها كده إن هو مش مهتم بالمجتمع. This was a mistake because Rescindle almost uncovered the truth about who real was لسه ما كشفش حقيقته فهيقول لها ازاي صح هو دلوقتي بيتعامل على انه الملك. 23 Why do you think that Marshall wasn't surprised when Rescindle told him about Michael's ambitions. طب ليه المارشال لما Rescindle قال له احنا خايفين من طموح مايكل لم يندهش because he must have known اكيد هو عارف that Michael was planning يخطط to take the crown إنه هو يأخذ العرش. If you were Flavia لو أنت مكان Flavia would you accept Michael's invitation to visit Zinda هل تقبل دعوة لزيارة Zinda. No I wouldn't because Michael was an evil شرير man who would do anything ممكن يعمل أي شيء to take the crown ليعتلي العرش. Do you think that Antoinette was risking كان Antoinette يا جماعة عملت عمل خطير كانت بتجازف her own life بحياتها by trying to help Rescindle بأنها ساعدت Rescindle and the real king. Yes I think so I would guess because if Michael knew about that لو مايكل عرف عنها he might kill her هيقتلها أكيد. Why do you think that Rescindle tells Sepp that they must move quickly to rescue the king ليه بقى Rescindle قال لهم لا حان الوقت لننقذ الملك. Rescindle was worried about the king's safety كان قلقان على أمن الملك. He believed أعتقد that every day they left the king in prison كل يوم بيتركوا فيه الملك في السجن there was more danger بيبقى خطر عظيم عليه. Rescindle says Sept was beginning to know when he could tell me what to do and when he couldn't. هنا Rescindle بيقول Sept بدأ يعرف يكلمني إمتى يقول لي إمتى ما يقولش إمتى. What do you think this tells us about Rescindle? This tells us that he was acting like a real king. خلاص Rescindle بدأ يعيش الدور ويفعل ويتصرف مثل الملك. Perhaps he wanted Sept to know that. وربما
هو اراد ان سبت يعرف ده was different from رودولف الفيبرش انه مختلف who was unable to make decisions without his man's help. فسندل يا جماعه هنا عاوز يعرف سبت انا مش الملك القديم باخد قراري بنفسي مش بمساعده ايه احد. تمام تمام. using the iron table at the summer house مستخدما الطاوله المعدنيه في بيت الصيف to defend يدافع himself against Michael's men tells us ده يخبرنا something about Rescindle's character ده يخبرنا شيء عن شخصيته. what do you think ايه رايك؟ I think it tells us that Rescindle is very skilled ماهر at solving problems في حل المشكلات and making the right decision وصنع القرار المناسب at the right time في الوقت المناسب. despite all the risks بالرغم من كل المجازفات والمخاطرات and the attempt والمحاولات in his life ومحاولاته Rescindle was more determined مصمم to carry out his mission لتنفيذ مهمته. do you agree? I agree. موافق. although Michael's men tried to kill him على الرغم من ان رجال مايكل حاولوا يقتلوه at the summer house في بيت الصيف he decided to go to Zinda قرر يروح Zinda to rescue the king لإنقاذ الملك and told Sept that ويخبر Sept he couldn't wait any longer مش هينتظر أكتر من كده. 31 The people of the capital say that if the king Rescindle and Flavia don't marry soon لو ما اتجوزوش حالا أو قريبا it would be better if the princess married the duke of Strelsau يبقى أفضل إن هي تتجوز مين؟ مايكل. what do you understand from this? I understand that Flavia was very popular محبوبة مشهورة because people wanted her to be the queen ناس عاوزاها تبقى الملكة no matter who she was going to marry مش مهم هتتجوز مين. it's also clear that people didn't like the king وده بيوضح لنا ايضا ان الناس لا تحب الايه الملك لانهم ما صمموش عليه قالوا حتى ما تتجوز مايكل. 31 why do you think Sept suspected check that it was Michael who wrote the letter Rescindle received هو شك ليه بقى ان مايكل هو اللي كتب الخطاب. he thought it was a trap اكيد ده فخ by Michael اعتقد ان هو فخ to bring Rescindle to the summer house to kill him ان هم يودوا Rescindle بيت الصيف عشان ايه يقتلوا. 32 Rescindle said he could arrange for Michael and the real king to be killed. do you think the speaker would really plan to kill the duke and the real king why not طبعا Rescindle بيقول ان هو ممكن بقى يرتب لقتل مايكل والملك. هل هو حقيقي كده؟ No, I don't think so. As Rudolf Rescindle was a good man, رجل كويس. Who just trying to help the king. هو بيساعد الملك. He was a man of principles. عنده مبادئ. Who wouldn't betray. مش هيخون the people who trusted him. 33. In her letter, Antoinette says to Flavia, I don't want you to fall into the power of the duke. هو طاح تحت امرة مين؟ مايكل. What do you think she means? تعني إيه؟ She doesn't want her to be controlled by the duke who was an evil man. مش كده ولا إيه؟ مش عاوزة تكون تحت سيطرة duke who was an evil اللي هو رجل إيه؟ شرير. أعزائي الطلاب شكرا لكم. وبتمنى إن أنا أكون قد وفقت وساعدتكم وأتمنى انكم تتابعوني ايضا في الفصل الثالث وتجهزوا الاجابات. اوكي تجهزوا ليه الاجابات يعني انا بتاسف ان الفيديو طول النهارده بس الاسئله مهمه الفصل بدا يبقى مهم الفصل الثاني برضو مهم. واوعوا تنسوا تفعلوا الجرس وتعملوا لايك للقناه وتعملوا اشتراك وقولوا لاصحابكم وخلوهم يسمعوا الفيديوهات وارجو الله سبحانه وتعالى ان يكون ذلك في ميزان حسناتي وان اكون مخلصا في هذا العمل. والسلام عليكم ورحمة الله.